سمك فيليه بس هعمله بطريقه كده خفيفه خالص بصوص الزبده. ازاي؟ يعني انا عندي هنا سمك فيليه، طبعا تجيب الكميه اللي انت عايزاها واتبلها. اتبلها بايه؟ شويه ملح، كمون، وعصير ليمون، وشويه بشر ليمون كمان. خلاص عندي بقى زبده ولبن، دقيق، حاجه شبه البشاميل كده من الاخر يعني، شويه كزبره بس ده كده، وشويه ايه الكاري ده اللي هحطه مع التتبيله. يعني من الاخر انا هتبل السمك زي ما تبل اي سمك عادي خالص، وبعدين اعمل له بشاميل خفيف بالزبده كده واحطها عليه وادخلها الفرن. تمام كده؟ يبقى اول حاجه انا لازم اعملها ان انا اتبل السمك. عندي سمك فيليه اهو زي ده كده، هجيب عليه ايه؟ عصير ليمون، والملح ماشي ادي كده، ملح وفلفل وكمون وعصير ليمون وبشر ليمون. ده كده الايه؟ السمك بيتبل، يقعد حبه صغيرين. ابدا هنا احط معلقتين زيت، مش كتير خالص، مش يعني مش قلي بقى اللي هو الجامد، لا كده بس. وانزل فيه، اجيب بقى صينيه عشان هطلع عليها على طول. حطيتش هنا التوم لسه، ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هنا مجرد عصير ليمون، ملح وكمون. نعمل حاجه خفيفه كده. بص انا عملت يا دوبك شممتها النار كده ايه، وحطيتها في الايه في الصينيه اللي هدخلها الفرن. تمام، بصوا كده انا لونت السمكه. تمام، هاجي بقى هنا احطهم شوفوا بعض بس هنا بقى كده. لما اطلع دي هجيب الزبده مطرح السمك وعليها الثوم. انا حتى مش هستنى لما تسيح عشان هي هتسيح بسرعه وهتتحرق معايا، فعشان كده مش هستناها. والثوم ده هقليه بس ثواني فيها كده. بصوا كده حطيت الايه الثوم، بعدين دقيق، وكل الزبده شغاله معايا اهي، مش عايزه ان انا اسيبها تسيح وتتحرق معايا وتحرق لي الايه الاكله. تمام كده، هحط بقى هنا اللبن حوالي نص كوبايه لبن كده او كوبايه، يعني مش كتير طبعا حسب كميه السمك. لو انا نص كيلو سمك بحط كوبايه يعتبر. والزبده كلها شغاله، هي الكوبايه كلها. احط كركم كاري، سوري كاري، ريحته حلوه جدا معاها. بس طلعه بره النار بعد ما يغلي كده. حط شويه بقى كزبره خضراء وشويه بشر ليمون. تمام، وابدا انزلها على وش الايه على وش السمك ده، واروح مدخلها الفرن بس كده. بتبقى خفيفه وحلوه جدا بقى ان شاء الله يعني. غطيها كلها كده عشان تحملي السمكه وتتحمر والسمكه ايه تستوي. هنزل ده كله يعني، مش هسيب حاجه في الطاسه، وهي كلها تكمل سواها. حط بقى ده كده.